نرحب بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. وفقرتنا الرئيسية النهاردة بنتكلم فيها عن موضوع مهم. من فترة قليلة كنا شهدنا إطلاق للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وقتها وقفنا كتير قدام العنوان، والحقيقة كان مشروع مهم بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والهدف الأكبر كان هو العمل على تنمية الأسرة المصرية بشكل حقيقي وفعلي، علشان ما نكونش بس مهتمين بتنمية الواقع اللي احنا بنعيش فيه كمباني وكإنجازات احنا كل يوم بنشوفها من مشروعات قومية كبيرة، لكن كمان نكون مهتمين بالمشروع الأهم اللي هو الفرد الإنسان اللي هو هيكون الأسرة واللي هتعيش في المجتمع اللي الدولة بتشتغل من أجل تنميته وتهيئته. النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل أكتر مع ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا، الدكتورة هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. برحب بحضرتك دكتورة. والأستاذ علاء راعي محامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة. برحب بحضرتك أستاذ. أهلا بسيادتك. أهلا بكم، مشرفينا ومنورينا. وكتير بدأ يتساءل طب إيه طبيعة المشروع، يعني إيه مشروع خاص بالأسرة المصرية؟ يعني نسمع عن مشاريع للأراضي، مشاريع للإسكان، لكن الأسرة المصرية ده يعتبر يعني طرح جديد لمعالجة الموضوع. أقدم على الدكتور، ولو تدينا لمحة كده يا دكتور عن التوقيتات الزمنية، يعني البعض ما يعرفش أنه هو أكتر من مرحلة متقسم مشروع القومي للأسرة المصرية، فلو ناخد لمحة عن التوقيتات الزمنية الخاصة بالمشروع. الحقيقة هو المشروع يمكن زي ما قلت هو لتنمية البشر، وده يمكن مع أهمية الإنجازات الإنشائية والبناء والتعمير اللي حاصل في الدولة، فتنمية البشر هي اللي هتحافظ على هذه الإنشاءات. فتنمية الأسرة المصرية هو مشروع طموح، هو ممتد. المرحلة الأولى دي هي 3 سنين اللي هي هيكون فيها التعليم والصحة، والمحور الثالث اللي هو خاص بالتشريعات اللي ليها علاقة بالأسرة بشكل عام، اللي يخرج منها مشروع خاص بقانون الأحوال الشخصية، مشروع قانون العنف الأسري، يعني كل القوانين اللي هي بتعمل على حماية البشر اللي موجودة داخل الوطن. فهو ده المشروع. والحقيقة يمكن أهم القطاعات اللي احنا بنتكلم عنها طول الوقت واحنا عندنا مشاكل هي التعليم والصحة. صحيح. دايما لما عندنا مشاكل نقول أهم حاجة احنا محتاجين لتنمية للتعليم والصحة، لأن دول لما هيحصل فيهم تنمية الحقيقة ده اللي بيؤدي، لأن بنحس بالإنجاز وبنحس بالطفرة، لأن أكتر حاجة بتهددنا هي فكرة التعليم والأزمة التعليم اللي دايما طول الوقت زي ما احنا شايفين بيحصل كتير من التعديلات، وزي ما بنقول ايه توفيق وتبديل لمراحل التعليم وللنظم التعليمية اللي موجودة. فده قطاع مطلوب ان هو طول الوقت بيمشي متوازي مع اي مشروع تنمية حاصل. صحيح. الصحة نفس الوضع، يمكن احنا بنشوف المبادرات الرئيس اللي هي ليها علاقة ب 100 مليون صحة، مشروع صحة المرأة، صحة المرأة طول الوقت عندنا بنلاقي ليها اجزاء تانية بتخرج، يعني لو قلنا الكانسر مختلفة، الاورام والكشف المبكر، كل الحاجات دي كلها بتقول ان احنا عندنا اهتمام بالجزء ده، ولكن هو بينقصه الكثير. الجزء الثالث زي ما قلت اللي هو ليه علاقة بالقوانين اللي ليها علاقة بالأسرة، لأن زي ما احنا شايفين الظواهر الاجتماعية اللي فيها مشكلات كبيرة زي قوانين الأحوال الشخصية، واللي كل يوم عندنا عوار في القانون وفي أزمات بتحصل، ومع تطور المجتمع ومع الأزمات اللي احنا موجودين فيها الاجتماعية بيقول ان لازم يبقى فيه طول الوقت في تطوير لهذه القوانين والنص على قوانين جديدة. يعني احنا في المرحلة الأولى يا دكتور للمشروع القومي الأسرة المصرية لمدة 3 سنين. بالضبط. النقطة دي عايز أنتقل فيها الأستاذ علاء، حضرتك كمحامي وخلفية قانونية، عايز أبدأ من آخر محور الدكتورة تكلمت عنه هو الجزء الخاص بالتشريعات. حضرتك بتشوف إزاي التشريعات الخاصة بالقضايا اللي بتهم الأسرة المصرية، وكمان تحديد ملف الأطفال؟ هو احنا في البداية يعني بنشكركم ونشكر مجهودكم المحترم والقيم على فتح الموضوع ده، وبنأكد ان اهمية التنمية من الحماية. فلما نيجي نتكلم على تنمية اسرة يبقى لازم نحمي افرادها. مين افراد الاسرة اللي اكثر حاجة للحماية؟ هم الاطفال. لذلك سيادة الرئيس لما اتكلم على حماية الاسرة طول الوقت بيتكلم على بعض القضايا اللي دايما مطروحة على الساحة وليها اهمية عند كل الناس. الزواج المبكر من اكبر القضايا اللي بتشكل خطورة على المجتمع المصري طبعا، ختان الاناث، عمالة الاطفال، يمكن دول من أهم 3 قضايا بتشكل خطورة جدا على مستقبل الأطفال.
نيجي نشوف هل التعليم ليه دور في هذا الإطار ولا ملوش دور، لأن كتير جدا من الأطفال بيخرجوا من التعليم وإحنا مش محتاجين للتعليم عشان إحنا هنتجوز، مش محتاجين تعليم عشان إحنا محتاجين إنفاق، مش محتاجين التعليم عشان إحنا نروح نشتغل ونتعلم نعمل. صحيح. فهنلف وندور تاني نلاقي حماية الأطفال هنا كان هو المحور الأساسي بالنسبة لنا كعاملين في مجال الأطفال. فلقينا أول حاجة تغليظ العقوبات الخاصة والتجريم زواج الفتيات. صحيح في البداية ان احنا بنتكلم على زواج الفتيات او تزويجهم بمعنى اكثر الدقة، طب هنلاقي ان مفيش تجريم حقيقي لفعل الزواج، ولكن التجريم هنا لتوثيق الزواج. فواجهتنا المشكلة، طيب لو انا هتجوز التوثيق طبعا انا بتجوز عرفي، ايوه مش هوثق عند مأذون ومفيش مأذون هيشترك معايا، فانا دلوقتي بتجوز عرفي بشيخ المنطقه او كبير العيله او كبير البلد. فاصبح في اتجاه دلوقتي، واحنا بنأكد على الاتجاه ده علشان كل المشاهدين يفهموا معانا ان ده يعتبر في القانون يسمى هتك عرض بالرضا او بدون قوه. يعني هو مش مجرد ان انا هجوز البنت، في بعض الناس بتتكلم عليه ان هو جواز شرعي ايجاب وقبول والناس كلها فرحانه في الشارع. لا، الشرع عمره ما اتكلم كده، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية وكل الشرائع بتأساسها حماية الأسرة وحماية الإنتاج. يعني لما يكون طفل يخلف طفل، أنا مش عارف أسجل الطفل الأولاني كارثة، ومش عارف أحمي الطفل الجديد. صحيح. مفيش دين هيحمي ده. عملت الأطفال من أكبر المشاكل اللي بتواجهنا عملت الأطفال، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح بالنسبة لنا فكرة الأطفال المتسولين في الشوارع تكاد تكون ظاهرة مختفية. في مواجهة حقيقية من الدولة ليها، عندنا أطفال بلا مأوى، ويعني تصنيفاتهم كتيرة جدا بتتحرك. وزارة التضامن شغالة بمجهود يعني قوي جدا في دعم الأسر لحمايتهم من الإتجار بيهم. فأصبح كمان في تجريم عندنا جديد خاص بالإتجار بالبشر، دخل ضمنه عمالة الأطفال، لأن مش مجرد أن أنا أب فأنا قررت أن أنا يبقى عندي أولاد وشغلهم عشان أكتسب منهم وضيع مستقبلهم وحياتهم، فده يعتبر القانون يعتبره أنه هو إتجار بالبشر. من ضمن الأسباب اللي ممكن تكون بيدفع أن الولد هو اللي يخرج يشتغل أو يتسول هو أن ما فيش أب، أو أن الأم كمان ما تكونش بتشتغل، وده اللي اشتغلت عليه كمان يعني الدولة في المشروع الخاص بالأسرة المصرية من خلال مبادراتها لتمكين المرأة، وأن هي تقدم ليها يعني الحوافز المختلفة عشان تقوم بمشروع ليها. لو نتكلم أكتر يا دكتور عن النقطة دي. الحقيقة يمكن فكرة التمكين الاقتصادي هي من الحاجات اللي ممكن يكون ليها علاقة بالغالبية العظمى من المشكلات الحقيقية اللي موجودة، زي الكلام اللي قاله الأستاذ علاء، عمالة الأطفال، فكرة التسول اللي الحقيقة اللي موجودة بشكل أو بآخر ببيع بعض الحاجات البسيطة، واللي هي تسول يعني مقنن، يعني بالنسبة له أنا ببيع لكن هو بيتسول. ففكرة تمكين الأسرة ويبقى دايما بيبقى فيها الأم، لأن الحقيقة بيبقى في الغالبية خلينا نقول في الوضع الطبيعي ان الاب موجود وبيشتغل وكله، لكن الظروف الاقتصادية بتخلي ان هو لازم يبقى فيه زيادة للدخل مع عدد الاطفال الكتير كمان. صحيح، بيأدي زيادة في الاطفال، الاطفال بتبقى كتير فالاب ما بيقدرش يكفي، وخصوصا الاهل اللي ظروفهم الطبيعي ان هم ظروفهم تعبانة بيشتغلوا في عمالة مؤقتة طول الوقت، فدي كلها بيؤدي لان فعلا في جانب معطل اللي هو المرأة او الاخت الكبيرة. يمكن مشروعات اشتغلنا عليها كجمعيات فكرة ان يبقى تمكين اقتصادي للأم وللأخت الكبيرة، لأنها كمان الأم بس أو الزوجة بس بيبقى يعني بيبقى كمان جزء اللي هو يمكن بنتوخى الحذر في فكرة أن البنت دي ما يبقاش الحل ليها أن هي تتجوز. صحيح. بسرعة يبقى فيه حاجة أن هي تبقى مدرة للدخل علشان يبقى فيه قدر من الاحترام لوجودها يعني، وأن هي بتجيب دخل في الأسرة. ففكرة دكتور الموضوع قايم على دراسة حالة الأسرة يعني بشكل فردي، وهو ده اللي يعني حاصل. فكرة معممة بالضبط. يعني إحنا عندنا كفل تكافل وكرامة، وعندنا كل المشروعات اللي بتشتغل هي كلها بتدرس الحياة، وزارة التضامن الاجتماعي بتقوم بمجهود جبار في دراسة الأحوال الاجتماعية للأسر دي وتحديد الأسر الأكثر احتياجا، وبعديها الأسر المستحقة، وعدد أفراد الأسرة، وإيه هي الظروف الاقتصادية بتاعتهم اللي فعليا بتؤدي لأن لو حصل فيها تمكين اقتصادي أعلى شوية من اللي هي موجودة فيه هيؤدي لأنها تختفي بعض الظواهر الاجتماعية. لأن الدراسة الأساسية لحالة الأسرة الاقتصادية هي اللي تخلينا نبص على عمالة الأطفال هي موجودة ليه. صح. فما ينفعش أدخل
تدخل على عمالة الأطفال لوحدها من غير ما أعرف ظروف الأسرة اللي خارج منها الطفل ده. فلما بتدرس بنقدر إن إحنا نقضي على المشكلة من أساسها، وهو ده الحقيقة اللي بيعمله المشروعات والمبادرات اللي بتحصل بالشكل ده. وبالتالي إحنا نقدر نقول يا أستاذ علاء إنه المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه الرئيس جاي بناء على دراسة حقيقية للواقع اللي بتعيشه الأسرة المصرية والتحديات اللي بتواجهها. ده حقيقي، يعني كان من أكتر المشاكل اللي بتواجهنا طبعا في عمالة الأطفال هو دايما استخدام مصطلح طب إحنا هنعمل إيه؟ الظروف الاقتصادية صعبة على الناس كلها فلازم يشتغل. فدايما أحلى أقول لحضرتك وقع لسه حصل معايا من كام يوم وأخد رأي حضراتكم فيها. قابلت طفل في ورشة ميكانيكا فبسأله عندك كم سنة؟ قال لي 9 سنين. قلت له بتروح المدرسة؟ قال لي كنت بروح. قلت له طيب وبطلت ليه؟ قال لي أبويا قال لي سيبك من المدرسة وروح اتعلم لك صنعة تنفعك. 9 سنين، محافظة بني سويف. هقول لحضرتك بقى التصنيف هيجي ازاي. أول حاجة احنا عندنا مشكلة مع وزارة القوى العاملة، لأن المفروض في تفتيش، القانون قال كده، تفتيش على المحال والورش مستمر. لو في طفل موجود دي جريمة على طول، فلازم يوجه لي اتهام صاحب الورشة اللي هو بيستغل طفل تحت السن. لأن القانون قال لا يجوز أن طفل يشتغل تحت 15 سنة، ولكن يجوز أن يتدرب تدريب 14 سنة أعتقد القانون 13. 13 تدريب، التدريب ده يعني هو بيتعلم مهنة لمدة 4 ساعات في اليوم، وفي مثلا لكن فترة إنه الصيف يعمل أو حاجة، لكن مش وقت الدراسة. لا برضو مستمر. ممكن مستمر الفئة العمرية بتاعته ما تسمحلوش أنه هو يعمل يعني شغل راجل كامل. صح صح. فياخد هو انا بجيبه عشان انا اوفر اجر عامل كامل، فهجيب طفل صغير وكده كده هو مش يحتاج حاجه، ده انا كده كده بدي الفلوس لوالده. أيوه. او اللي بيتاجر بيه. ايوه ايوه. طب احنا قلنا يا جماعه عشان نحل الازمه دي احنا عندنا حاجه اسمها التعليم الفني الصناعي، كلنا عارفينه طبعا، لازم يبقى هو ليه رياده وقياده في الموضوع ده. عندي طفل مش عايز يتعلم لاي سبب، ما مفيش حاجه اسمها تقعد بقى في الشارع، لا التحق بالتعليم الفني الصناعي في المرحله العمريه بتاعتك اللي هو هتتعلم صنعه برضه. عليه هتتعلم تحت اشراف مؤسسه الدوله اللي هي وزاره التربيه والتعليم. فهتاخد معلومه كويسه، هيبقى فيه معايير حمايه ليك طول الوقت، الانتاج هتقدر يجيلك منه دخل. صحيح. هو لازم يكون مشروع متكامل. اما اني اطلق فكره عماله الاطفال ودايما برتكن ان الظروف الاقتصاديه هي الحاجز والمانع ان انا اقدر اتكلم فيها، لا ده صعب. ظاهره او مشكله التكاتك في مصر. صحيح. واطفال فيها كتير جدا يا استاذ علاء، يعني نسبه كبيره جدا منهم اطفال. طب انا هواجه دي ازاي؟ هقول لهم لا ده انتوا بتفتحوا بيوت، لازم يكون في ايد من حديد. في حاله الورش انا يعني كوزاره قوى عامله بعاقب او بحاسب صاحب الورش، في حاله التكاتك والحاجات المنتشره في الشارع دي مين اللي هيقع عليه العقاب؟ المفروض ما فيش جهه رقابيه بتقنن وضع الطفل في التوك توك اصلا. فالجهه الوحيده اللي بتراقبه هو المرور. لو ضابط مرور مسك توك توك بدون ترخيص بيعمل له محضر ويعرض على النيابه ويخلى سبيله. المشكله يا استاذ علاء هم بيبقوا بيمشوا في مناطق يعني خلينا نكون صراحة بعيدة عن أعين رجال المرور. طبيعي. يعني مناطق عشوائية جدا طبعاً. للغاية، ومناطق مختفية ما فيهاش تواجد لرجال المرور. لا في أماكن فيها تواجد مرور وفي أطفال كثيرة بيقبض عليها باتهام قيادة مركبة بدون لوحات وعكس السير وكل التفاصيل بتاعتها، ولكن دي نسبة قد إيه من المجموعة زي ما حضرتك قلت. الأماكن العشوائية والأماكن الداخلية في المدن ما تعرفش تعمل لها حصر. بالظبط. وعشان تيجي تلقي اللوم على جهاز انت بتنزل تفتش هيقول لك اصل ده مش محل بالنسبة لي هنزل عليه، ده مش مكان بالزبط. رسمي هنزل ادور فيه. فأصبح دي نقطة كبيرة غايبة عن الرقابة. صحيح. هل مشروع الأسرة المصرية التفت لنقطة مهمة زي دي؟ يعني شاف ليها حل عملي؟ احنا بدورنا كمجتمع مدني ومؤسسات بتعمل في مجال الطفل لينا رؤيتنا اللي هنعرضها او عرضناها وبنعرضها وطول الوقت بنتكلم فيها. ان لازم اطار عمل الاطفال يكون تحت رعايه الدوله. انا ما عنديش عماله اطفال تحت ال 15 سنه ده لا يجوز نهائي. ولو ثبت ان انا عندي طفل بيعمل تحت ال 15 في مساءله جنائيه للاب او لمتولي الرعايه. لولي الامر. طبعا او متولي الرعايه. ايا كان هو موجود فين. في الحالة الثانية عندي طفل فوق ال 15 سنة يبقى أنا عندي 3 سنين من 15 ل 18.
لازم في رقابة حقيقية. ليه دلوقتي أسهل حاجة إن أنا أجيب منها فلوس اركب توك توك، فأصبح الحرف ما فيهاش أصلاً، صح، ما فيش صنع، فيش حرفي تقدر تطلب منه حاجة يعملها لك. والحرفي اللي موجود في ورشة أنت ما تقدرش تعمل عليه مراقبة طول النهار أو طول الوقت. وعلى اعتبار ان كمان من 15 ل 18 سنه الطفل ممكن يدخل في سوق العمل، ولكن مش اي وظيفه ينفع يشتغلها، مش اي مهنه ومش اي حرفه ومش اي يعني بنيانه الجسماني ما يسمحلوش طبعاً ان هو يقوم بكل المهام اللي بيقوم بها البالغ. دكتورة هالة، عايز ارجع مع حضرتك للاليات الخاصه بالعمل على تطبيق بقى المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه، لانه اوقات كتيره احنا بنشوف كلمات وشعارات جميله هنتكلم عن التعليم والصحه والتشريعات الخاصه بالاسره. المشروع القومي وضع اليات شكلها ايه علشان ينفذ التنميه الحقيقيه دي للاسره؟ الحقيقة طبعا هو الأساس، الاهتمام الأساسي بالبنية الأساسية للمؤسسات دي. يعني احنا لو بنتكلم على مؤسسة تعليم، مؤسسة صحة، فاحنا بنتكلم على مستشفيات، بنتكلم على مدارس، بنتكلم على قطاع هو فعلا مبدئيا لازم يكون قابل انه هو يبقى على مستوى عالي عشان تقدر تطور فيه. صحيح. حاجة تانية البشر القائمين على العملية التعليمية وعملية الصحة لازم يكون او الاليات اللي موجودة اللي هي فكرة تطوير ادائهم، لان احنا النهاردة عندنا في انتقال كبير جدا في المسألة التكنولوجية، وعندنا فعلا في طفرة كبيرة في الرقمنة والمسألة دي، فكل الحاجات دي لازم اللي هي تكون مضمنة داخل المشروع. وفعليا يبقى في قدر عالي من التدريب التمكين، لأنه ده لما هيبقى موجود الفعلي إن إحنا هنقدر نطور التطوير اللي إحنا بنطمح إليه بشكل هادي. وعشان كده بنقول طول الوقت إن فكرة التنمية هي شاملة، ما هياش بتقوم على قطاع بس، مثلا بنقول ان احنا نغير الأبنية، نعمل نطور الأماكن اللي هياخد فيها الطفل مثلا الدروس او اللي هيبقى فيها الصحة، لا، احنا بنتكلم على انها كلها محتاجة تطوير، لانك لو طورت مكان لكن البشر اللي بتستخدم هذا المكان او اللي بتدير هذا المكان هي مش مهيئة او مش مؤهلة لي، المكان هيبقى طبعاً فاشل. صحيح. والعكس صحيح، ان انت هتطور البشر لكن المكان اللي بيستقبل الاماكن دي غير مهيئ بيبقى فيه ازمه. فالاليات هي المفروض تنميه القطاعات دي بالكامل، بشريا وبنائيا وانشائيا وكل المسائل دي. استاذ علاء، واحنا بنشوف مشاكل كثيره جدا ليها علاقه بالاسره، البعض منهم بياخد قرارات بشكل يعني خلينا نقول اناني، ما بيفكرش في مصلحة الطفل اللي عنده، وإن الطفل ده هو في المستقبل هيكون الإنسان الغير سوي اللي بيندمج في المجتمع بشكل سيء، يعني ما بيشوفش أبعاد القرارات اللي هو بياخدها. فلو نبص أكتر على مشهد يعني أي زوج وزوجة وطريقة اتخاذهم للقرارات من غير ما يكونوا بيراعوا في الاعتبار مصلحة الطفل، إيه هي بداية مصلحة الطفل المفروض يراعيها أي زوج وزوجة؟ في البداية إحنا لازم نحدد إطار، إن وده وجهة نظرنا طول الوقت في حتى في قانون الأحوال الشخصية، إن الكل بيتكلم على حق المرأة والوجه التاني يقول لك حق الرجل. صحيح. وأنا حقي راع وهو أقوى مني وأنا أضعف منه. لا، مجرد ما أنتوا قررتوا تتجوزوا في حق طفل، فأصبح الموضوع كله يقاس على معيار حماية الطفل ومعيار حقوق الطفل، يعني رقم واحد الطفل. بالضبط. لأن كل المشاكل بتواجهنا بتواجهنا إنفاق على الطفل. فده الأساس. ده الأساس اللي أنا بقوله من صغره، أنت قائد لأسرة قادمة ولا أنت مقهور؟ أنت طفلة دورك في الحياة انتهى بالختان ولا أنت ليك المستقبل؟ أنت فتاة عايزة يبقى ليكي كيان كبير وأسرة مستقبلية تقدري تراعيها، ولا أنت لازم تتجوزي في 13 و15 سنة؟ فده بالنسبة لي الأساس. لو دعمت حماية الطفل، صحته، أخلاقه، تربيته، تعليمه، حمتهم، إذن أنا أنتجت مجتمع كامل قوي. فأصبح بالنسبة لنا المعيار الأساسي حماية الطفل، ويجي من بعديه بقى المرأة والرجل، لأن هو ده الأساس. لو فهم دوره عمره لما يكبر ما هيهين زوجة ولا هيتخلى عن مسؤولية أسرة. وهي كذلك لو هي خدت الرعاية والحماية والتربية الكافية لبناء سيدة تقوم بأسرة بعد كده، عمرها ما هتيجي في نص الطريق تقول أنا مش قادرة. إذا خلينا نقول مصلحة الطفل هي صحته، هي تعليمه، هي ما نجوزهوش في سن مبكر، ما ننزلهوش يشتغل تحت السن القانوني، حمايته، حماية صحته، أخلاقه وتربيته وحياته وعمره وتعليمه، كل دي معايير لازم نمشي بيها علشان في الآخر يطلع لنا منتج سليم. صحيح.
يعني من أهم القضايا الشائكة برضو اللي دايما بتقرق المجتمع قضية الختان. قعدنا فترة طويلة من الزمن من الخمسينات والمجتمع المدني يا جماعة خلي بالكم الختان خطر ويطلعوا على المنابر وفي كل الأماكن يقول لك لا الختان واجب وأحاديث وندخل نفسنا في تفاصيل طويلة إحنا كناس عاديين ما نقدرش نقرر ده حلال ولا حرام لحد ما طلعت فتوى رسمية من الدين قال لك لا ده ملوش علاقة بالدين. إذن المعيار بتاعي إيه؟ القانون. صدر قانون بالتجريم وبرضه ما زال مستمر. فترات وحقبة معينة في تاريخ مصر كانت مباحة وكانوا بينزلوا للبيوت ولكن انتهت الحمد لله. ولذلك احنا بنقول لا في عقاب وهنشدد العقاب. في الأول كنا بنقول اللي يعاقب الدكتور اللي عمل أو حلاق الصحة أو الداية كمان والأم لا توسع أكتر من كده مصطحب الفتاة. يعني لو أنا أب مسافر والأم قاعدة في البيت وخلها أو عمتها أو خالتها خدتها في ايديها عشان تروح تختنها أنت معاقبة معاهم. في محاولة لتغليظ العقوبة وتوسيع دائرة الاتهام يعني العقاب أو العقاب. ليه؟ علشان نقول يا مجتمع الموضوع أصبح خطر وإحنا وعينا بما فيه الكفاية لازم في نقطة الصفر ويكون القانون هو اللي الكلمة الأخيرة الرادع. لأن خلاص استوفينا كل الأشكال. توعية صحية كل الأطباء قالوا ملهاش أي قيمة ولكن لها أضرار. الدين قال ما فيش سند عندي بيتكلم فيه أنا منتظر إيه أعرف العرف المجتمعي هيدمر لي أجيال صحيح. من الأطفال عشان يعدها للزواج إيه ده ومين قال لك إن معيار الحياة كلها إن البنت لازم تتزوج طبعا. هي لازم تكون قادرة على الزواج مش إنها تروح حد يتجوزها وخلاص. دكتورة هالة عايز أسأل حضرتك وإحنا بنتكلم على المعايير اللي ذكرناها تعليم صحة وتشريعات بس كمان تحديدا التعليم والصحة ولما حضرتك اتكلمتي على فكرة تهيئة الأماكن وتهيئة البشر أنا على طول جه في ذهني مبادرة حياة كريمة. إلى أي مدى المبادرة بتتوافق وتتواصل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وهل الاتنين متداخلين مع بعض لأن احنا في حياة كريمة والقرى اللي بدأت بالفعل النهاردة يتطبق فيها المشروع في المرحلة الأولى قدرنا ان احنا نشوف رفع كفاءة هائلة لكل البنى التحتية الموجودة في المرافق اللي حضرتك ذكرتيها. الحقيقة يمكن المبادرات كلها ودوت لو زي ما حضرتك بتقول بالنظرة كده السريعة بنلاقي ان المبادرات كلها بتدي البعض بتسلم بعض وفعلا ما فيش مبادرة هي قايمة قائمة بذاتها تقدر تفصلها عن باقي المبادرات لان كل مبادرة هي بتمشي وبتلاقي ان في جاب موجود وهي فجوة بتتعمل وهم بيطبقوا بيلاقي ان الفجوة دي هتؤدي الى عرقلة المبادرة اللي موجودة او عرقلة التنمية الحقيقية فبتطلع المبادرة اللي بعدها. وده يمكن عشان كده بنقول مبادرات الصحة طرقت المرأة عدد من المبادرات الصحية ده ليه؟ لان طول ما احنا ماشيين بنلاقي ان في مرض موجود الستات ما بتقدرش ان هي تروح للمستشفيات او للدكاترة عشان تواصل ان هي تكشف عن نفسها بنلاقي ان في الجهات اللي هي بتتوجه ليها غير مهيئة فتطلع موضوع العربيات المتنقلة الاماكن بعيدة بالضبط اماكن بعيدة الستات في الصعيد او في بعض الاماكن النائية ما بتقدرش تخرج فتبقى في تطوير فهي دايما مستجيبة للاحتياجات الحقيقية وده الحقيقة اللي احنا بنقول عليه ان هنا في يعني شبه تشابك ما بين جميع المبادرات مفيش مبادرة قايمة بذاتها وعندها قدر من اللي هو الانفصال عن باقي المبادرات وده اللي بيقول لنا ان فعلا دراسة فكرة التنمية دي اللي موجودة هي قايمة على دراسة الاحتياجات الحقيقية اللي موجودة في المجتمع ما هياش مجرد دراسة مقفول الباب والناس قاعدة بتخطط لا دي ناس بتنزل تطبق وبعد التطبيق بتلاقي الجاب ده او الفجوة دي موجودة فبيبدأ يطور المبادرة دي وتطلع في اسم مبادرة تانية ولكن لما تبص هتلاقي هي نفس المبادرة صحيح. ولكنها قايمة على قطاعات أخرى وعلى فئات أخرى وده الحقيقة اللي أنا شايفاه ويمكن أنا استكمالا بس للنقطة اللي كان الأستاذ علاء بيتكلم فيها فكرة إن إحنا عندنا تنمية الأسرة المصرية ده الجزء ده إحنا كمان مهتمين قوي فكرة الثقافة الأستاذ علاء لما كان بيتكلم على إن مش هتيجي الأعراف تغير لا الحقيقة الأعراف بتعطل قوانين بتعطل نصوص دينية الأعراف والثقافة اللي موجودة في المجتمع بنلاقي إن إحنا أي نوع من أنواع الثقافات اللي هي بتعنف عادات وتقاليد يعني اللي هي العادات والتقاليد طبعا اللي هي ممكن تكون بتعنف الطفل أو المرأة أو حتى الرجل بنلاقيها هي ليها علاقة بالعادات والتقاليد دي صحيح. يعني لو جينا قلنا الختان
ملهاش مرجعية دينية، ملهاش مرجعية صحية، ملهاش مرجعية أي مرجعية بنلاقيها، هي طلعت إن لقينا أهلنا بيعملوا ده فالناس بتمشي عليها. ثقافة شعبية، ثقافة شعبية. الزواج المبكر نفس الحكاية، كل المشكلات هنلاقي دي. وعشان كده أنا الحقيقة بتمنى إن مشروع تنمية الأسرة المصرية يحط في الإطار الحقيقي بتاعه في كل جانب بيطبق فيه فكرة العادات والتقاليد أو الثقافة، لأنها دي بتؤثر تأثير خطير جدا طبعا. وتغييرها بياخد وقت طويل جدا معنا، لأن عشان تغير معتقد ثقافي عند المجتمع بياخد وقت طويل جدا اكتر من ان انت بتغير قانون طبعا. او بتعدل قانون صحيح. فدي الحقيقه انا ده اللي بتمنى، وده الحقيقه يمكن الجامعات الاهليه كلنا بنشتغل على الجزء ده، لان دايما بنحطه في اي حاجه بنطبقها بنلاقي ان الثقافه لازم يكون ليها جزء خاص بالتوعيه، وفعلا الوعي هو اللي ممكن يخلي الناس تقتنع ان هي ما تعملش جرم بيعاقب عليه القانون، لكن هو مش هيعمله لو القانون بس اللي بيعاقب، لكن لو هو اقتنع ثقافيا. صحيح. دكتور هنتكلم اكيد عن المعطلات، لان اكيد في حاجات تانية غير العادات والتقاليد طبعا. ولكن استاذنكم نخرج لفاصل مشاهدينا، فاصل سريع ونرجع نستكمل كلامنا عن مشروع تنمية الأسرة المصرية. استنونا. جدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين فقرتنا الرئيسية اللي بنتكلم فيها عن موضوع مهم بيتعلق بكل بيت مصري. واوعوا حضراتكم تعتقدوا انه الموضوع كلام انشا، لكن لما هنعرف اكتر عنه هنعرف انه بيتعلق بحياة كل اسرة مصرية. ولما بنتكلم عن الاسرة المصرية دي نواة المجتمع، لو عايزين مجتمعنا يبقى افضل لازم اسرتنا النواة هي اللي تبقى افضل. علشان كده النهاردة حبينا نفتح الموضوع مع ضيوفنا اللي مشرفينا، الدكتورة هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة. بجد الترحيب بحضرتك يا دكتورة. والاستاذ علاء راعي محامي بالمؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة. بجد الترحيب بحضرتك يا استاذ علاء. دكتور هالة، قبل الفاصل كنا ذكرنا فكرة التمكين للمرأة، ولكن ممكن كل ست بتسمعنا يكون لسه مش واصل لها فكرة طب أنا أعمل إيه، أروح لمين. عايزين نتكلم كده بالتفصيل، الدولة بتوفر إيه ولأي نوع من السيدات؟ الحقيقة يمكن الأكتر الحاجات اللي أنا مش هتكلم على فكرة المعاشات، يمكن فكرة المعاشات هي من الحاجات اللي أنا دايما بشوف معروفة يعني نوعا ما، خلينا نقول شوية ما بتبقاش هي تنمية قد ما هي إنقاذ بسرعة لما يمكن إنقاذه من ظروف الأسر اللي هي أكثر فقرا أو أكثر احتياجا. لكن إحنا بنتكلم على التمكين اللي هي فكرة إن إزاي تكون المرأة هي عنصر منتج داخل المجتمع، يعني في قدر من التعليم عندها لأي أساسيات إن هي تقدر تعملها بيتم استثمارها إن هي تقدر منها تخرج إن هي تنتج منتج وتبقى تقدر تروجه وتتسوقه وتقدر تبيعه. ودي الحقيقة يمكن في الغالبية العظمى من مشاريع التمكين الاقتصادي هو ده اللي بيحصل، سواء اللي الدولة بتعملها أو الجمعيات الأهلية بتعملها، إن هي بنشوف الست ممكن تشتغل إيه، ممكن إيه هي الحاجة اللي تتماشى مع ميولها أو مع معرفتها إمكانياتها. يعني طول الوقت بيبقى فيه حاجة كده وكأنها دراسة جدوى أنت تقدر تعملي إيه. طب هي تروح لمين يا دكتور؟ طبعا في جزء بيتعمل فيه وزارة التضامن الاجتماعي، في عدد من المشروعات بتبقى موجودة فيها، وفي كمان مؤسسات في الوزارة بيبقى فيها القدر من الخدمات اللي بشكل ده. لكن كمان الجمعيات الأهلية الغالبية العظمى النهاردة منها بتشتغل على فكرة التمكين الاقتصادي، لأن يمكن بدراستنا لفكرة المشكلات الاجتماعية اللي موجودة بنلاقي إن التمكين الاقتصادي بيحل عدد كبير من المشكلات، زي صحيح. مثلا العنف ضد المرأة، في عندنا كتير حالات عنف حصل فيها إن هي تراجعت لما المرأة أصبح عندها نوع من أنواع التمكن الاقتصادي، إن هي أصبحت عندها دخل، أصبحت إن هي تقدر تاخد قرار باستقلالية، إن هي تقدر تاخد القرار اللي يخليها فعلا ما تستحملش قدر عالي من الضغط والعنف عليها نتيجة إن هي مش قادرة تلاقي مكان تاني أو إن هي مش قادرة تستقل أو إن هي خايفة ما عندهاش حد يصرف عليها أو على أطفالها. فده من الأنواع اللي هي فعلا بنقول شكل من أشكال مناهضة العنف عن طريق تمكين المرأة اقتصاديا. ففكرة التمكين زي ما بنقول هي بيبقى بتتعلم مهنة حرفة، في كمان بعض المهن والحرف اللي بتتعلمها وهي قاعدة في بيتها، تاخد جزء من المهارة دي بتتعلمها في ورش أو في جامعات أهلية وترجع بتشتغل بالقطعة من داخل البيت. ودي كمان مراعاة للظروف، إن في أسرة ممكن تبقى الأم ما ينفعش إن هي تخرج برا البيت، مش كل الأمهات
ساعات بنقول تمكين اقتصادي يعني تخرج بره البيت، يعني تسيب اطفالها، يعني ان هي تتشحطط زي ما بيقولوا، وان هي تخرج مهمة جدا فعلا. فدي كمان حاجات كتير يمكن احنا من خلال المؤسسه المصريه كنا حريصين جدا ان نشتغل في منطقه شعبيه في امبابه. فالغالبيه العظمى من الستات هي ما خرجتش بره بيتها اساسا، لكنها كمان عايزه تساهم في تنميه اسرتها، وان هي تشيل عبء عن الزوج او تشيل معاه عبء. فكانت الفكره ان احنا بنفكر لها في حاجه تعملها وهي قاعده في بيتها، بس تيجي بس مجرد ان هي تتعلم حاجه وترجع بيتها تشتغل وهي موجوده، وبعد كده بتقدر ان هي تتوسع في مشروعها، ويبقى في عندها تسويق، ويبقى في عندها قدر من الانفتاح شويه على المجتمع، لكن الجزء الاساسي فيه ان هي بتبقى موجوده داخل بيتها. يعني لو واحده ما بتعرفش تعمل حاجه خالص بيعلموها حرفه، بيعلموها ازاي تسوق كمان للمنتجات بتاعتها وهي موجوده كمان في بيتها، في حالات ممكن تسمح بده. هل يعني السيدات اللي هم بس ظروفهم بسيطه جدا، ولا ممكن نقول كمان ممكن الشابات يستغلوا في مبادره زي دي؟ طبعا، يعني دي مبدئيا زي ما بقول لك يمكن طول الوقت كنا بنشتغل واحنا بنتكلم على فكره البنت الكبيره والام. ففي كتير من الفتيات مثلا بتبقى هي مضطره ان هي عايزه تشتغل عشان تصرف على تعليمها. بيبقى ظروف الاب صعبه، ظروف الاسره صعبه، وزي ما بنقول ان الظروف الاقتصاديه اصبحت على الجميع فيها قدر من الـ 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 الاحتياج ان هي تنمي دخلها وتنمي وتخلق كمان دخل جديد ليها من غير ما يكون عندها من الاول تصور ان هي ممكن تشتغل. ففي كتير من البنات بتبقى عايزه تشتغل شغله ولكن عندها ضيق اليد ان هي اروح اتعلم فين، انا لسه صغيره. مرات كنا مثلا بناخد بنات طالبات في الجامعه وكان ممكن يبقى عندها بس بتعرف مثلا تقعد على الكمبيوتر، بتعرف تصور بالكاميرا بتاعه الموبايل، دي كلها اتعمل ليها مشروعات اللي هي على القدر ده، وبعد كده بتتوظف شغلانات صغيره ان هي ممكن تشتغل فيها، ودي كانت بالنسبه للبنات. بالنسبه للامهات زي ما قلت ان هي ممكن تبقى حاجه داخل المنزل، ان هي تخيط، ان هي تعمل مثلا في كتير من الحاجات اللي بتبقى الستات بتبقى قادره ان هي تعملها وقاعده مش عايزه يدوية. مش عايزه مهاره زي ما بتقولي. ان هي مثلا بتعرف تطبخ كويس، بتعرف تعمل انواع معينه من الاكلات، حاجات مثلا الستات اللي بتشتغل موظفات ما تقدرش تعملها، فتعمل الوجبات النصف جاهزه، تقدر تعمل مخبوزات، تقدر تعمل اللي هي الحاجات المجففه. طول الوقت وهي بتبص على الاحتياج اللي موجود حواليها وبتقدر ان هي تعمل. صحيح استاذ علاء، كنا بنتكلم على الاطفال وبنتكلم على التحديات اللي بتواجههم زي العمالة، زي العنف، زي الزواج المبكر. من واقع عمل حضرتك في المجال ده والطفولة تحديدا ووضع الأطفال في مصر، إيه كمان التحديات اللي ممكن تكون بتواجه وضع الأطفال بالإضافة للحاجات اللي احنا ذكرناها دي؟ يمكن أكبر مشكلة بتواجهنا أو بنخاف منها هو الشارع. مجرد ما الطفل انت وعيته وحرسته وفهمته أو ما عملتش ده، مجرد ان هو نزل في الشارع هيختلط بثقافات متعددة، مش هتقدر تحكمه ولا هتحكم الفئات اللي هو هيقدر يقابلها، وبناء عليه اصبح الشارع بالنسبة لنا هو التخوف. لذلك لما بنتكلم على ان الطفل في الفترات العمرية بتاعته غير مسموح بتواجده في الشارع، هو تواجده يا اما في البيت يا في المدرسة يا في النادي، بحيث يكون في رقابة المنظومة. أيوة. الدولة عليه في المدرسة، في النادي في إدارة هو معروف بيعمل فيه إيه، حتى مراكز الشباب موجود، في البيت هو في رعاية والده. بس عشان نتكلم بصراحة أكتر، التشريحة دي مش ممكن تكون منطبقة على فئات اجتماعية معينة، يعني لو خلص. لو نزلنا الفئات الأقل، حضرتك مثلا أي حد هيقول لك أنا مثلا ما عنديش حد أوديه نادي ولا الكلام ده، ما عندناش الرفاهية ولا الإمكانية دي، وفي في طبقات تانية وشرائح تانية مفيش بقى غير مفيش مدرسة أساسا زي ما قلت لحضرتك المثال اللي أنا قلته، وفي درجات أكتر وأسوأ حتى البيت مش موجود، بيطلقوا العيال بره في الشارع عشان يرتاحوا ويريحوا دماغاتهم. دي جزء من المبادرة الخاصة بالأسرة في التوعية. أيوة. الأطفال دي لازم يكون ليها مكان معروف، حتى لو في احنا قلنا في القرية عندنا احنا عارفين الشارع بتاعنا وعارفين كل الناس اللي حوالينا، فوجوده في الشارع بالنسبة لي أمان، هو في الحقيقة مش أمان. في عندنا قضية كنا المكتب شغال فيها، ان طفلة نزلت تاخد تشتري حلويات من المحل جنب البيت، تم اغتصابها وقتلها في المحل ده، وهي دلوقتي القضية متداولة امام المحاكم المصرية. فاصبح الوضع
لازم في رقابه 24 ساعه الاطفال. يعني استاذ علي النقطه اللي حضرتك قلتها دي بيوت كثيره قوي بتعملها، يعني حتى اللي عندهم وعي ده نازل يشتري حاجه من جنب البيت. احنا عندنا القضيه اللي كانت في البدايه من او من اوائل القضايا اللي انتشرت الخاصه بالطفله، اول حرف منها زين. اللي تم اغتصابها والقائها من دور عالي ما كانت برضو نازله تجيب حاجه من تحت. يعني بالتالي حضرتك المبدا ده نفسه لمرحله عمريه معينه ما ينفعش يعني يتطبق على الاطفال. طبعا انا مش هنزل طفل في الشارع عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين واعتمد ان المنطقه دي انا عارفها وهي عارفه الجيران. لا طبعا، اني اكون عندي ثقه ان الطفل بتاعي ينزل بعد 15 سنه. 15 سنه ما انت في فتره عمريه صعبه. الاطفال عايزين يجروا ويلعبوا. وكذلك الشارع انت مش عارفه مين اللي هيقابله مهما كان عملتي، لان بقول لك معظم القضايا اللي ظهرت اعلاميا ظهرت في اطار العماره، اطار الحاره الشارع. او الشارع او الجار. كل القضايا كده حتى لو رجعناها. فبناء عليه ان الفئه العمريه للاطفال لازم تكون محدده. ما ينفعش اقول لطفل عنده 4 سنين 5 سنين انزل العب قدام البيت. ده المعتاد. ده الواقع بيفرض. ده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه. التغيير والتوعية اللي لازم يخلينا طول الوقت نوعي الأسر. لا، طفلك لازم يكون ليه بدايل، وعلم الأسر ازاي تتعامل مع الطفل. لأننا يعني معظم المشاكل اللي واجهتنا في الفترة الأخيرة الخاصة بالأسر كلها في فترة الكورونا ما كناش عارفين نعمل ايه مع الأطفال. الأطفال طول الوقت بتلعب، عايزه مساحه من الوقت ومساحه من اللعب، واحنا مش عارفين نعمل ايه. طيب اسمح لي اروح بالنقطه دي لدكتور هاله وفكره التوعيه مش بس بالاطفال لكن كمان قضايا كتيره. يعني احنا لسه كنا بنتكلم حتى على تمكين المراه والكلام ده كله. البرنامج والمشروع الخاص بالاسره المصريه بيتعامل ازاي مع موضوع التوعيه؟ الحقيقة طبعا الوعي هو الأساس، عشان كده بنقول الثقافة دايما طول الوقت. الثقافة هي ثقافة بمعناها المعرفة. الوعي بأن دي مشكلة ما ينفعش أن أنا أتعامل معها أنها ظاهرة طبيعية. يعني مثلا زي فكرة التحرش. إحنا عندنا كانت مشكلتنا في التحرش طول الوقت إيه؟ أن إحنا الناس ما بتبلغش. أن الأساس ما فيش قانون. صحيح. بقى في قانون. بعد ما بقى في قانون إيه اللي حصل؟ الناس خايفة تبلغ. فالناس خايفة تبلغ لأني خايفة البنت تتفضح والناس تعرف والكلام ده كله. فبقى في عندنا فكرة حماية المبلغين. بقى في عندنا خصوصية. سرية البيانات. فهي دي فكرة الثقافة والوعي، إن الناس لما تعرف إن ما تخافوش هتبلغوا، بس ما فيش حد هيتعرض لكم وما حدش هيعرف وما فيش تشهير بالبنت. نفس الحكاية في الختان، كنا طول الوقت بالنادي يبقى في قانون، أصبح في قانون. لما بقى في قانون الناس بقت برضو ما بدت، يعني فكرة الرادع مش موجودة. لكن فكرة لما الناس بدأت تحس إن ده على الأب وعلى اللي بيقتاد البنت ويوديها وعلى الأم وعلى اللي عمل ده، فالناس لم الوعي ده لوحده بيخلي إن القانون يفعل. وبالتالي هي نقطة مهمة، إزاي بقى يعني بيتم تحديد آليات علشان ننشر الوعي ده؟ هل في برامج يعني تم إصدارها؟ يعني إيه شكل بداية من طرق الأبواب اللي هي الأماكن النائية اللي في النجوع، اللي الناس اللي فيها مش هيروحوا معايا قاعة تدريب عشان أو قاعة توعية عشان يفهم. في طرق أبواب ناس بتخبط عليهم وتقول لهم ده في كذا كذا كذا، ايا كانت القضيه اللي بيوعوا بيها. ففكره طرق الابواب دي اول حاجه، وبيعملها بقى جميع القطاعات، يعملها المشايخ، يعملها القساوسه، يعملها الرائدات الريفيات والحضريات، يعملها المدرسين، يعملها القيادات المجتمعيه. دي مبدئيا. بعد كده الجانب اللي ليه علاقه بقى بان احنا بنعمل جلسات توعيه، اللقاءات المجتمعيه. يعني احنا النهارده اصبح عندنا كده فكره اللقاءات المجتمعيه، حتى في اصدار قانون اصبحت في كل قانون احنا النهارده عايزين نطلع بنقول لازم في حوار مجتمعي يتعرض على الناس اصحاب المشاكل الحقيقيين. ما انا لما اعمله وانا قافل على نفسي انا مش عارف الواقع في ايه. النهارده احنا بنتكلم على قانون احوال شخصيه، بنتكلم ان لازم يبقى في حوار مجتمعي عليه. ليه؟ صحيح. احنا النهارده لما اتعملت المسلسل بتاع فاتن امل حربي الناس قالت ايه ده، هي الحاجات دي موجوده؟ هو معقوله؟ لا ده انا كمان عندي مشاكل اكتر. خرج ردود عليهم ده احنا بنعيش حاجات اسوأ من كده بكتير. فيحصل ايه لما نيجي نقول قانون الاحوال الشخصيه؟ لازم يبقى في ليه حوار مجتمعي. ليه؟ عشان يطلع لي الثغرات اللي احنا طول الوقت بنعاني منها. صحيح. احنا عندنا نص قانوني من العشرينات واحنا عندنا نص قانون احوال شخصيه، لكن النهارده
ناس كتير ما تعرفش ان ليها حقوق في الجزء ده طبعا. وناس كتير ما تعرفش ان هي لو اتحركت هتاخد الحق، يقول لك ولا هيحصل حاجه. استاذ علاء، احنا بنتكلم عن كمان الاطفال وبنتكلم عنهم بشكل عام، بس عايز اتوقف مع حضرتك عند نقطه تتعلق بالاطفال ذوي الهمم او ذوي الاعاقه، لان دول بيكون الخطر اكبر عليهم ومضاعف اكتر. من واقع تجربه عمل حضرتك، ايه ابرز القضايا اللي لقيتوها في الجزء ده، وازاي نقدر ان احنا نواجهها كمجتمع وكدوله؟ في البدايه كان دور الدوله رائد ان هو يطلع لنا قانون خاص بذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقات، وكان القانون ده صنف الاعاقات مش مجرد الاعاقات اللي الطبيعه اللي احنا عارفينها. أيوة. الاعاقه الذهنيه لا، الكل ما يسبب إعاقة حركية سمعية بصرية يعتبر إعاقة. وبناء عليه عندنا شريحة كبيرة جدا من ذوي الإعاقات. من أهم النقط كمان إن إحنا بقى القانون قال لأ، لازم يكون في كارنيه يستصدر من المجلس القومي للإعاقات للمعاقين، وده بيحدد الإعاقة وبيديهم كل الامتيازات اللي هم القانون كفلها لهم. تمام. يمكن هي الفئة الأكثر عرضة للانتهاكات، ولذلك طول الوقت احنا بنقول يا جماعة محتاجين ان يكون في توعية اكتر لأسرهم لمجتمعهم، ولذلك عندنا قانون التنمر في تغليظ للعقوبة في حالة لو وقع التنمر على طفل من ذوي الإعاقات. فدي حاجات كتير احنا بنتكلم عليها، ولازم المجتمع في الاول هو اللي يؤمن بيهم. دكتور، احنا عارفين ان المؤسسة الخاصة بتنمية الأسرة المصرية حضرتك بتتولي إدارتها أطلقت دليل علشان يساعد كل المقبلين على الزواج يتفادوا بقى يعني المشاكل من أولها، من قبل حتى ما يبدأوها يعني. كلمينا أكتر عن ملامح الدليل ده. الحقيقة هو كان الدليل ده في إطار مشروع اسمه تأهيل المقبلين على الزواج بهدف الحد من نسبة الطلاق في سنوات الزواج الأولى. وده يمكن كان أول مشروع بنطبقه في المؤسسة. ظاهرة منتشرة طبعا، يعني احنا كنا بنشتغل فيه من 2007 وفضل مستمر معانا لغايه المرحله اللي احنا فيها. لان هي زي ما بنقول ظاهره الطلاق ظاهره بقت ظاهره، يعني اصبحت اسمها ظاهره وعدد كبير جدا. الطلاق ما بين الشباب بقت اكبر من اللي بيطلقوا في سن بعد مثلا 10 سنين او 15 سنه. أيوة. كانت الطلاق من 5 لـ7 سنين بيحصلوا بعدد كبير جدا. فالحقيقه لما نتكلم على ده بنقول اذا يبقى في عندنا خلل في بناء المؤسسة أساسا، في أسس الاختيار، في طبيعة الفهم مؤسسة الجواز دي الناس بتتجوز ليه. يمكن كان أول سؤال بنسأله للشباب لما كنا بنتكلم معهم، ليه عايزين نتجوز؟ ليه الشباب عايز يتجوز؟ فما كانش عندك تلاقي إجابة هي بتقول إن فعلا الشباب ده داخل على مؤسسة هو فاهم المسؤولية اللي داخل عليها. لو ترصد لنا بعض الإجابات كده يا دكتور برضه عشان نبقى الحقيقة طبعا موجودين. الإجابات اللي كانت معتادة واللي يمكن كانت كتير في كل تدريب بتتكرر اللي هي لأني جواز نص الدين، لأني والدي والدتي عايزين يفرحوا بيا، لأني خايفة من العنوسة، لأن عندي ولاد عمي ولاد خالتي و و و كلهم اتجوزوا، لأن خلاص علي الشقة جاهزة، لأن والدي نفسي يشوف حفيد، وغيرها طبعا من الإجابات اللي احنا كلنا بنقابلها طول الوقت. مفيش حد يتكلم على أنه عنده طموح أن يعمل مؤسسة مع شخص تاني، وأن هو يقدر فعلا يحقق حياة كريمة لي وللأسرة دي. أن هو محتاج حالة استقرار، حتى يعني أبسط الأمور أن أنا عايز استقر، ان انا عايز يبقى عندي خصوصيه وبيت مستقل. فما كانش في ده دليل على ان الثقافه عندنا ما بتدعمش مؤسسه الجواز بشكل حقيقي يؤدي الى استمراريتها بشكل صحيح. يعني لو قلت استمراريتها وبس، لا، عندنا جوازات كتير جدا مستمره لكنها فيها ازمه وتفسخ داخلها، وبنسمع عن الخرس الزوجي وبنسمع عن الانفصال والكلام ده كله، ولكن عندنا ازمه ان فعلا يعني يندر ان انت بتلاقي مؤسسة هي مستمرة وفيها قدر عالي من النجاح، اللي بيقول ان فعلا الناس دي كانت عارفة بتأسس ليه. تاني السؤال الاول، ايه اسباب الجواز؟ ايه كمان يا دكتور بتسأليه علشان توجهي بقى يعني الشباب دول للطريق الصح؟ يعني ايه هي اساس الاختيار لما هتيجي تختاري او تختار؟ احنا كنا بنخلي الكابلز يبقوا موجودين مع بعض، او لو ما كانوش كابلز ممكن اللي هم مقبلين من الشباب والولاد وخلنا بنخليهم مع بعض. لما تيجي تختار على اساس ايه؟ فمثلا الاجابات، يعني قبل ما تقولي لي ايه هي الاجابات اللي كانت بتتقال عشان وقتنا، فاحنا عايزين السريعه يعني جدا اللي هي على اساس الدين،
على اساس العيله، على اساس التعليم، اللي هي الحاجات اللي هي سلوجن كده يعني شعارات. اللي هي الاهل بيقولها شعارات يعني الاهل بيقولوها وهم بيسمعوها واصحابهم بيقولوها فبيعملوها. فدي كانت مشكله بتقول ان احنا عندنا ازمه. وانا الحقيقه اتمنى ان ده يبقى مشروع قومي يعني طبعا احنا عندنا دلوقتي دار الافتاء بتشتغل عليه، والكنيسه بتشتغل عليه من بدري قوي، وده الكورسات والدورات التدريبيه قبل التدريبية الزواج، قبل الزواج. الازهر، مشايخ الازهر النهارده بتشتغل عليه طبعا وزاره التضامن، مهم قوي للمجتمع. بالظبط، انت النهارده انت ما تجيش تقول الطلاق زياده، لا احنا النهارده نبص للاساس اللي تم عليه الجواز فيه مشكله، وده اللي بيؤدي النتيجه الطبيعيه ان يبقى فيه طلاق. صحيح. أستاذ علاء، عايز أتكلم مع حضرتك في النقطة دي كمان عن مصير الأبناء في موضوع الطلاق والانفصال، لأنه فعلا زي ما حضرتك ذكرت في بداية حوارنا أنه آخر حاجة بنفكر فيها كأسرة هو الأبناء، وهم أكتر ناس بتتضر وبتتأذي. هل في وسيلة تشريعية مثلا، وحضرتك بتعمل في مؤسسة من أجل النهوض بالأطفال، إيه اللي ممكن خطوات الدولة تعملها علشان تحمي الأطفال في حال الانفصال وزيادات معدلات الانفصال الكبيرة قوي دي؟ هو الأساس بالنسبة لنا قانون الأحوال الشخصية، لأن قانون الأحوال الشخصية هو اللي هيحدد لما حد يقرر ينفصل يبقى الإطار كله ينتهي في جلسة واحدة. نفقة الأطفال، نفقة الأسرة، كل ما يخص الأطفال والأسرة تنتهي في جلسة واحدة فقط لا غير. أما التنوع والتفرع ده اللي بيدخلنا دايما في متاهات. والأهم من ده كله إن إحنا عندنا المجلس القومي للطفولة والأمومة. إحنا كل لو بنتكلم على كل ملف الملفات الأطفال، فإحنا نلاقي الصحة، وزارة القوى العامة، التعليم، المفروض مجلس القومي للطفولة والأمومة هو المعني بحماية الأطفال. إحنا بنطالب إن هو يرجع تاني يبقى تحت مجلس الوزراء على طول، ما يبقاش مندرج تحت وزارة الصحة. يعني الحقيقة حوار كان مهم جدا، ومستنين مزيد من الخطوات في اتجاه إصلاح الأسرة المصرية، سواء الأسر يعني اللي تفككت ومحتاجة قانون يحل الأزمة، أو كمان الأسر المقبلة على الفكرة. نشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا. الدكتورة هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، شرفتينا دكتور. كمان أستاذ علاء راعي، محامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، شرفتنا يا فندم. شرف لي يا فندم. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكمان بنشكر مشاهدينا للمتابعة، وإن شاء الله بكرة يتجدد لقاءنا 9 مساء وحلقة جديدة في النور. تصبحوا على خير.